صباح الخير من ام تي في الايف للمشاهدين، تحيه لكم من كل فريق العمل بحلقه جديده وصبحيه جديده. نحن وياكم تستمر لغايه الساعه 1 مع مواضيعنا العديده والمنوعه مثل العاده. بتامل تكونوا هيك شوي عاملين تركيز اكثر على حياتكم اليوميه والشخصيه وعلى اللحظه الحاضره، لانه اذا بدنا نفكر بكل الاشياء اللي عم تصير بالعالم، بكل المآسي، بكل الفضايح، بكل يعني المستقبل الغير واضح ومنظور على كل الكره الارضيه، يعني مش بس عنا، بعتقد انه هالشيء رح يرجعنا لورا، ما رح يقدمنا ابدا لقدام. فخلينا نكون مركزين على حالنا وانجازاتنا واهدافنا. نحن شو رايك تينا؟ صباح الخير. صباح النور. 100%، لانه الواحد اذا بده يعيش بالمستقبل او بالماضي، اثنيناتهم منهم منيح كاتيا، يعني بقولوا ليف ان ذا ناو وعيشوا باللحظه، لانه الواحد ما بيعرف بكره وين بنصير. عيشوا باللحظه ومش بالخيال، لانه كمان هلا صرنا حياتنا افتراضيه بالحلم. اي بالحلم. بالحلم ضروري، بس الحلم رح تحقق اهدافك. بس يعني كمان صرنا عم نهرب من كل هالمشاكل على عالم الافتراضي، على يعني حياة خيالية منا واقعية ومنا موجودة. فكمان هيدي خطرة كتير. اللحظة بتمرق وما بنرجع نقدر يعني نلحقها بحياتنا. مواضيعنا عديدة نحن بـ MTV Alive. شو عندك اليوم؟ اليوم عنا أخبار يعني شوية بتضحك، العلاقة بترامب بأب تو ديت رح نخبر عنها أكثر بعد شوي. واليوم رح تكون معنا دلال بالكوكينج، رح نحضر سوا ستروغانوف. ونحن مواضيعنا عديدة، أحداث كثيرة عبر يعني بلبنان كله عم نكون عم نتابعها لكل الجمعيات ولكل المؤسسات كمان يلي عم تعمل دائما نشاطات جديدة، بالإضافة للاختصاصيين يلي بناخذ رأيهم بعدة مواضيع لحظات وبنكون مع أب تو ديت. يعني اول خبر شوي عم نتناقش انا وتينا فيه، بس رح خبركم اياه. لبنان بيتصدر قائمه الدول العربيه باعلى معدل عنوسه. عم نشوف اذا كلمه عنوسه هي للنساء وللرجال كمان، ما بعرف. بسبب المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه تشهد البلاد العربيه بشكل عام ارتفاع كبير لنسبه العنوسه بمجتمعاتها، ولكن المفارقه انه لبنان بيتصدر هالقائمه، وبياتي لبنان بالمقدمه بين الدول العربيه، بيبلغ معدل العنوسه 85% حسب اخر الدراسات. ما بعرف قد ايه هالدراسات دقيقه، بس ماني شايفه شباب بالصوره. ايوه. من بعد لبنان بتجي الامارات ب 75%، وبعدين سوريا والعراق بنسبه 70%، وبلغت النسبة بتونس 62% و50% بالجزائر. المهم أنه أقل نسبة عنوسة هي بالبحرين بالبلدان العربية وهي 25%. وأرجع الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين بحسب وكالة الأناضول، أسباب هالمشكلة لعدة عوامل، منها اقتصادية كغلاء المعيشة بمعظم هالمجتمعات مع رواتب ما بتلبي أدنى الاحتياجات، ومنها اجتماعية كزيادة الرغبة لدى الإناث بإكمال التحصيل العلمي، هيك معلي، والحصول على فرص عمل بتحقق لهم القدرة على الاستقلال والاعتماد على النفس. وذكر المحلل والباحث في علم الاجتماع طلال العتريسي، بما يخص المجتمع اللبناني تعد الأنثى عانسا لما بتتخطى سن 30، فيما يعد الذكر عانس عند تجاوز سن 40. 30، شو رأيك؟ لازم يرفعوه هذا. من أين تنحط؟ ورغم أنه كلمة عنوسة هي كلمة غير مستحبة وفيها تمييز بالمستوى الاجتماعي، ويفضل استعمال مصطلحات أخرى غير مثلا غير مرتبط أو تخطى سن الزواج أو إلى آخره. هلا ليش عم تتغير المجتمع؟ عم يتغير يعني حتى بطل في سن زواج، يعني حتى يعني عم نسمع في سيدات عم يتجوزوا فوق ال 55، انه مش غلط. هون يعني عم يتزوجوا مش تيعملوا عائله الا اذا كانوا، ولا كانهم عم يعملوا عائله يعني تغير كل الاعراف بدها تبلش تتغير لحتى. بعدين انه بالنهايه هذا الشيء عاطل للمجتمع، انه كمان يعني هيدي علامه استفهام انه يعني للاستمرارية. ما ذكروا يمكن عدد الشباب كمان قليل بالمجتمع. هلا على كل حال يعني كانوا عم يحكوا شباب بنات بلبنان، ما هلا فرقين هلا. لا، العمر ال 40 بالنسبه للشباب بالنسبه للبنان، وعمر 30 بالنسبه للاناث.
رح ننتقل للولايات المتحدة. خبر يعني شن مايكل كوين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم شرس على موكله السابق وذلك بكلمة أمام الكونغرس يوم الأربعاء. فقال كوين أنه ترامب كان على علم مسبق بتسريب موقع ويكيليكس لرسائل بريد إلكتروني تهدف إلى الإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بانتخابات الرئاسة بال 2016. وأضاف أنه بشعر بالخجل لأني بعرف ماهية السيد ترامب أنه عنصري محتال وغشاش. وذكر كوين يلي قال أنه رح يقدم وثائق تدعم بتأكيداته أنه ترامب أمره بدفع $130,000 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز مقابل السكوت على العلاقة بينه وبين الرئيس. وكمان قال أنه ترامب طلب منه الكذب بشأن ذلك على سيد الأولى ميلانيا ترامب. وكشف كمان أنه رح يقدم رسائل كتبها بأمر من ترامب بيهدد فيها مدرسته الثانوية والكليات يلي رح عليها أنه ما يكشفوا أي من علاماته including الأساتيز كاتيا. كما كشف أنه ترامب أمره بتوجيه أكثر من 500 تهديد لشخصيات مختلفة على مدى 10 سنين. فضايح فضايح يعني ما في شيء بهدي بس بس مثل الحديد ترامب. كنا عم نقول شوي انه كان بالقبل الفضيحه للرئيس الامريكي شغله كثير خطيره، هلا صار على كثر الفضايح عند ترامب صارت مخبريه يعني وبتمره. العالم يحيي اليوم قضاء على التمييز وحملة الإنصاف لمرضى الأيدز. يحيي برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز اليوم الجمعة حملته العالمية يوم القضاء على التمييز، وبتنطلق هالعام تحت شعار تغيير القوانين اللي بتميز ضد مرضى الأيدز، حيث تهدف الحملة هالسنة إلى تغيير قوانين التمييز ضد مرضى نقص المناعة البشرية ببلادهم. العديد من البلدان بتأدي القوانين فيها إلى معاملة هالفئة من الأشخاص بطريقة مختلفة واستبعادهم من الخدمات الأساسية أو التعرض لقيود ما في لها داعي، ومثل هالقوانين التمييزية بتحرمهم من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية. وبيعيش تقريبا 40 مليون شخص بالعالم مصابين بالإيدز، وعلى الصعيد العالمي يفرض نحو 38 بلد وأقليم ومنطقة شكل من أشكال تقييد دخول الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وإقامتهم. علاوة على ذلك ما زالت البيئات القانونية والاجتماعية بتفشل بمعالجة وصمة العار والتمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الأكثر تعرضاً للإصابة فيها. وأظهرت دراسة مشتركة أجرتها منظمة العمل الدولية والشبكة العالمية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية للعام 2018 أنه على الرغم من التقدم المحرز بالعلاج اللي يمكن أنه يكون يعني منيح لمصابي الإيدز، ما زالوا بيواجهوا التمييز لما بيبحثوا عن عمل ولما بيحاولوا الحفاظ على وظائفهم والتقدم فيها. ودعت منظمة اليو ان ايدز الدول إلى اتباع سياسات اجتماعية أكثر إنصافاً تجاه مرضى الإيدز بسبيل رفع التمييز اللاحق فيهم على أكثر من صعيد. لأول مرة أغنية بتتخطى 6 مليارات مشاهدة على اليوتيوب. شهد موقع يوتيوب لمشاركة الفيديو نقطة فارقة جديدة، حيث وصل عدد مشاهدات أغنية ديسباسيتو للمغني البورتوريكي لويس فونسي إلى 6 مليارات، وهو رقم ما وصل عليه أي فيديو كليب على هالموقع بتاريخه. وقال موقع يوتيوب انه الاغنيه المصوره يلي اذاعها فونزي وزميله مغني الراب دادي يانكي بال 2017 لا تزال بتسجل اعلى الارقام كاسرع فيديو بحقق ملياري ثم 3 مليارات ومن بعدها 4 مليارات مشاهده بغضون 272 يوم. واستطاعت الاغنيه الاسبانيه انه تعمل ضجه كبيره وتتجاوز بشكل صاروخي اغنيه شيب اوف يو للمغني البريطاني اد شيرن ويلي حققت ملياري مشاهده. وكانت أغنية جانجمان ستايل للمغني الكوري الجنوبي بسي أول فيديو كليب بيكسر حاجز الملياري مشاهدة على اليوتيوب من وقت ما انتشرت أغنيته على يوتيوب بال 2012. في اغاني عن جد يعني بتدخل على كل القلوب وبيضربوا خلص وين ما كان بكل العالم. محمد صلاح وسط عاصفه من الانتقادات بمصر بسبب صوره
أثر النجم المصري محمد صلاح استغراب وانتقادات الألاف من جماهيره صباح أمس الخميس لما نشر صورة اعتبرت مستفزة لمشاعر المصريين بعد أقل من يوم من الحادث الدموي اللي شهدته القاهرة الأربعاء واللي سقط خلاله عشرات القتلى والجرحى باندلاع حريق هائل بمحطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة المصرية القاهرة. نجم عن اصطدام قطار بأحد الأرصفة، وقال التلفزيون المصري أن الحادث أسفر عن مقتل 25 شخص وأكثر من 40 مصاب. لكن لاعب ليفربول الإنجليزي نشر صورة شخصية له وعلى وجهه ضحكة عريضة على حسابي بموقعي فيسبوك وتويتر صباح الخميس ليثير استفزاز العديد من المتابعين اللي اعتبروا توقيت نشر هالصورة غير مناسب بالمرة. هولي كانوا أخبارنا اليوم بأبتديت، رح ناخد وقفة ومنكفي عليكم.